السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفة تاع اليوم هي مقيرط تاع المحلات. نسحقوا كاس فارينة، زوج كيسان دقيق حرش تاع مقرط، سمن دايب نسحقوا نصف كاس، نسحقوا ماء زهر والماء، نخلطوا الدقيق مع الفارينة، نضيفو قرصة الملح، ندوبو هذاك السمن نصف كأس، نزيدو له مغرفة كبيرة تاع زيت ونخلطو كلش. نبسسو هذاك الدقيق مع الفارينة ونطمو بخليط تاع الماء والمزهر. نحلو حربوش، نديرو له لداخل واش حبيتو، حبيتو كاوكاو ولا لوز ولا غرس، انتي واش حبيتي. نحلو الحربوش رقيق ونقطعو المقيرطات تاعنا. نحطو المقروط يطيب، كي نحطوه نحطوه على نار قابية، من بعد نقصولو ونعسلوه ديراكتومون من المقلة العسل، ونخلوه نصف ساعة هو في العسل حتى يشرب كامل هذيك العسيلة. يعطيكم الصحة ونتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين، وبقاو على خير.